اهبل قاعد يجر معايا نايم عشان ما اشكش فيه، بس انا قريته والعيال كمان ما استحملوش بقوا في 8 ثواني. برضه عيال فاهمه يا شريف، قال لك امن الدوله وفيها امر اعتقال وشغلانه، ما حبوش يلفوا ويدوروا. شريف باشا. نعم. نورهان هانم عاوزه سعادتك جوه. عايزاني ليه؟ للاسف ما قالتليش. عاطف فأمر سعادتك. للاسف يا عاطف انت بتدور مكتب بكره الصبح. عمرك صراحه. الله ما تقوم يا جدع انت، مالك في ايه؟ سيادتك احنا جاهزين بره. لا انا اقصد يعني من غير القوة والناس اللي معانا دول. سيادتك ممكن انت كفاية؟ ممكن لو سيادتك مصرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتنين بس يا فندم؟ اتنين بس. هو المطبخ منين؟ نعم يا فندم. المطبخ هناك يا فندم. ليه مخرج على بره؟ ايوه يا فندم. طب احنا ممكن نقعد على الترابيزه اللي قدام. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل يا الترابيزه دي. هو كده احسن، انا كده كاشف المطعم كله، الواي وات وراكي والطريق داخله، يعني امنين كده بالوضع. اوكي. هو انتم مسموح لكم تخرجوا مع الهدف المرغوب تامينه؟ المفروض نكون معاه في كل حته سيادتك. وكلهم يبقوا مشاغبين زي حالاتي كده يعني؟ يعني كم واحده؟ يعني كم واحده؟ ست. لا طبعا، اقصد يعني كم حاله. يعني تقريبا مش فاكر. وكنت بتخرج معاهم طبعا؟ طبعا زي ما خرجت معاكي كده بالظبط سيادتك. والله؟ طب كويس الحمد لله. اصل شغلتنا دي سيادتك ساعات الواحد بيضطر يعمل حاجات كتيره جدا مش على مزاجه. هو انت جاي معايا غصب عنك؟ لا سيادتك انا بتكلم عن الحالات التانيه. اشوف سيادتك هتطلبي عندهم هنا يا متر. عموما لما يبقى الواحد ابوه ظابط زي والدي الله يرحمه بيبقى سهل انه يجيله تعيين في حته مريحه. بس انا حبيت الحراسات لانها فعلا شغله مهمه جدا. يا هو انت بتحب شغلك للدرجه دي؟ طبعا. ليه؟ اصلك ما اتكلمتش عن اي حاجه تانية غير الشغل. تقريبا كده سيادتك. يعني تقريبا كل وقتك في الشغل. يعني لو بتحب ولا مرتبط ولا خاطب هتهتم بيها ازاي؟ هو انت مرتبط؟ هو بالنسبه لموضوع الارتباط سيادتك انا اصلا ثواني. يا حبيبتي. يا حبيبتي. الحمد لله. لا هتأخر. لا 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 مفروض خيط ايه فتح ايه بس انا عندي سهر النهارده. المرة الجاية بقى. طيب ماشي. محمد رسول الله. مع السلامة. مع السلامة. مين دي؟ دي والدتي. والدتك بجد؟ والله العظيم. عامله لك ملوخيه؟ بس هترميها. تعملها حلو؟ شوفي سيادتك احسن ملوخيه ممكن تاكليها في حياتك. خساره احنا كلنا كتير قوي مش هينفع ملوخيه او كده هيبقى صعب.
ماما زمان كانت بتقول لي مثل شعبي اللي هو وجع البطن ولا كتب الطبيخ سيادتك. هو ده المثل، بس ينفع من غير سيادتك؟ ينفع من غير سيادتك. يلا بينا. مش هتقدر تغمض عينيك.